كنا المزراوي اللي غادر تخوا بلاسي الوردي دويك وهيم عنده سورتو على الكليما وعلى الاجواء اللي غتكون لانه قلبت سوغ انترنيت دابا في باماكو غدا في توقيت الماتش غتكون 28 درجه ديال الحراره غتكون حبسات الشتا لكن صبات تقريبا النهار كامل تيران غيكون غيس مكرفص فيزيكمون خصك تكون قوي وانت كتكلم على الحراره ونتكلموا على ما نقدرش ما عندناش حق نبقاو نتكلموا على هادشي دي كونديسيون زعما جو سي ولكن اي ولكن مابقاش عندنا حق نتكلموا على هادشي 28 لينا المغاربه وليهم شحال وقال عندهم ماشي جو اخر اللاعبين الاخرين دابا حنا الى 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 غادي نتكلموا على الدين كنتكلموا دابا على واحد المنتخب اللي انا الكليما وهادشي كله ما ندخلش فيه ولكن كنشوف تكلمتي على القضيه اللي هي مزيانه كريم وكتقول الدين لو تيغان لو تيغان سي بوسيبل بيان سور تيران كرا لا بلوز فوالا لا كان تيران عامر ما لا بلوز شوف لا بلوز ساعدنا لا بلوز سي عز الدين لا بلوز الا كانت عامره بالغيس وهذا هنا المتطلبات كتولي اكثر كتولي خصك دي جوار فيزيكمون يكونوا واقفين يعني خصهم اللي غيلعب معاك نص ساعه خصو يلعب معاك ساعه ونص او بلوس هنا البالون كيولي ثقيل كلشي كيولي ثقيل وكتطلب مجهودات باش دير ان دريبل خصك مجهودات باش دير تهز الكره من الارض خصها مجهود يعني كل هذه مع عوامل اللي كنظن انا بالنسبه ليا بالنسبه ليهم هما ما تنظنش يكون ان بروبليم حيت هذاك لو جوار افريكان معتاد لا الحمد لله ملي كتمشي تلعب كتعرف بانهم من ديك المسائل كلها ما تهضرش معاهم عليها لا لا طقس ولا حتى شي حاجه كتبقى انت كيفاش تكون عز الدين دابا بومال في اخر حوار ديالو قال لك خصني الرجاله ورا كان يقول لك خصني ان كوموندون وي بهذه العباره لان حنا ماتش غنمشيو نلعبوه على الاكستيريور يمكن لا تكنيك وهادشي نساوها فهمتي عز الدين حنا غنقلبوا كي قلتي انت قبيله وفي هذا الماتش خصها تنسى شي شويه بيان سور سي بوسيبل تنسى بزاف واش حنا قادرين دابا نديروا هاد القضيه حنا 0-0 ما مدوزناش كما قال كريم ذاك البيت ديما كيبقى افونتاج بالنسبه ليكيب كنت تقدر دير 0-0 تمشي ليهم كتماركي عليهم بيت ديما هما يبقاو يقلبوا على ان بلوس اليوم غدا ان شاء الله خاص المنتخب المغربي يدير واحد القضيه وهي اللي كتكون صعيبه وسول على الكويريا خاصك تماركي وتحضي او سورتو دابا حنا كان عندنا واحد المشكل في هذا الماتش هذا اللي داز بزاف من واحد وظفوا بلاصات اخرين وي هذا الماتش هذا راه ما يمكنش هذا الماتش راه كان اللي في شي بوست يلعب فيه مزيان اللي في شي بوست يقبطوا باسكو راه ما يمكنش حكيمي تيعطيك 90% سور لو كوتي دروا ماشي حاجه ودخلوا في الوسط يعطيك 60% ما يعطيك 50% وتسالف دايخ عقلتي هذيك دويك تلعب ميليو تيران تيعطي 70-80% نعم لاكسيو اللي هضرنا الهضاء قلت لك خربوش قلت لك انا على بن نصيري وي اش قلت لك هنايا قلت لك راه كيبغي لي سونتراج يمشي الا مشيتي وضربتيها ديريكتومون ديما عندو لا شونس باش يمارك باسكو هو خصو يكون لونسي خصو يكون لونسي شفتي انا كيب اولمبيك وي سونتراج اللي دار في لافولي لعب غادي ضربها هو جاي شافها راسو جابها علاش تي كان علاش تي كان هذاك النهار حكيمي وكان في ذاك لو بوز انت قلتي دابا اللي كتغير لو بوز جوور وي انا عز الدين حطيته على الوش عطاني عز الدين يا بامي ولكن عز الدين ما عطانيش 100% بحال لي بوز ديالو اللي هو اصلي باسكو واش كان حكيمي كون كان في بلاصتو هادو اللي كنقول لك هاد لي زار اللي كان كيدير هو اشاك فوا كيمشي في الكوتي غوش ويدير اناغي وعاد يقلب كان يقدر يمشي ديريكتومون يدير لك سونتر رفع اريا دروا بدا الماتش اريا دروا انا اللي ما فهمتش علاش ما لعبش مزراوي اريا غوش من الاول علاش ما لعبش حكيمي بلاصتو اريا دروا لا سمعني شتي من ديل تا لو بوست داري غوش بدا تينسام حيت ولاو تيلعبوه لقدام ولاو تيلعبوه لقدام شحال هذه ملعب ورا نسى لا 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 والله لا مازال تيلعبوه لقدام اتونسيون كيما قالك فان دو ديرني ماتش راه 20 فوا كان جيت كاري 18 متر ديال ليكيب ديال مالي شتي مي تلعب بحال هذا الماتش هادو وجيتي انا جاب لي الله بحال باتريس بوميل بغا جا وبغا يزول ديك اللباس اللي كان عنده ديال ماغونا ويجيب واحد اللباس نتاعو جديد ويجيب واحد الطريقه واحد الفلسفه وهاد التفلسيف اللي دار جاب لي الله النيفو طالع شي شويه باش تبقى تبدل هنا وتخربق هنا دويك تيلعب ميليو تردو اريير ولا فراري تاع ميليو تفرجك ها تفرجك لعب اريير دروا لا شحال منو بلعب ميليو تيران مع الراجل راه لعب اريير دروا اكثر ما لعب ميليو تيران لا فين ولا هاد الايامات توالا ولا تيلعب ميليو تيران بزاف اكثر من لا اريير دروا كيلعب بس بوطيب اريير دروا بوطيب ومي تيكون بوطيب بليسي هاد لي شونجمون سي عز الدين انا كنت كنفضل هاد بوميل كون جا من قبل ودارهم مع ماتشات اميكو يا با بروبليم نقدر انا في معموره ونعيط نعيط لسلا نعيط للتماره نعيط لتوارقه نعيط لهذا ونلعب راه هادشي كاين كنلعب معاهم دي ماتش
قبل ما نلعب انا كاع هذا الماتش اوفيسيال ماشي ما حتاش نلعب مع فرقه جيني من سميتو ونبدل هادشي اللي كتقول انت اسي وانا تنظن راه عرف راسو بلا غلط لا بيان سور دابا هو راه عارف راسو غلط بالنسبه ليا راه ما يمكنش يغلط لان راه ماتش ديسيزيف هذا راه صافي غادي تقصى ما يمكنش تغلط ما كانش خصو يغلط ما كانش خصو يغلط لما كانش خصو يغلط مين انت ما خاصكش تغلط كي قلتي انت كل واحد نعطيه البوز ديالو واخا دابا رمز راهو اللي كنشوفه في اجاكس ولا كيتعب ميليو تيران ندير انا حكيمي ادروات ندير مندي لاغوش ونخلي الناس فينا فين فواحد كل عنده لي روبير ديالو كيقال هادشي باش بدا في الاول لا راه بدا بحال هكا في الاول كيقال انا داك الوثائق اللي بنى عليه باش وقال داروا باش ما نشوفوش الصحافه ما نشوفوش شيما تاكتيك فهمتيني لان انا علاش كنهضروا على اونيفو ديال الكوميونيكاسيون مهمه ولكن راه ما كانش خصو يغلط انا بالنسبه ليا لان ماتش حتى دابا انا نقولوا على حساب غدا كيقال السي ما راه غدا راه ما كان عندك ما ينفعك لا تاكتيك لا تكنيك لا والو خاص الدراري يكونوا رجال كيف بغا هو كيمشي رجال داو نيفو ديال خصهم يكونوا حارين لان غتلعب في هذاك التيران ثقيل راه غتولي تجري في العسل وحموده انت كرهت القضيه كتبان لك خاص تكون عندك نفس قدامك طوكيو عندك خطبه على طوكيو واش بالنسبه لك انت غادي تتواجه في الماتش خاصك تمشي دابا نهضروا واحد في هاد الفرقه هادي ما باين ليش اونتر كيومي عندنا العصايه غير داري اللي قوي صح انت نقول العصا تاع العصا زعما شويه ريغو ريغو فوالا ما عندناش لي ريغو لونغاجمون فوالا لونغاجمون واللي تيخرج النياب واللي تيحط الرجل وتي فهمتيني ما عندناش ما كاينينش ابار داري اللي بان لي فريمون عجبني ذاك الوليد تيحط رجليه وتيمشي ويتقاتل ويداب ويخرج هو ديجا حيت سيت ان ديفونسور ديجا فهمتي عنده هذيك عنده لانياك شوف راه كان ديفونسور لاعب تشامبيونز ليغ مع الوداد زعما دار الحرفه واخا دار الحرفه في رجليه كان دي ديفونسور اللي عندهم غير الحسات والضريبات وديك على بيكن باور كاين اللي تيخرجوا سنانهم لا وكاين اللي كانت فهمتني حتى هي راه حتى هي بالنسبه لي تجيني سلاح لان تلعب من البعيد وتعرف كيفاش تخرجها قبل ما تخليه هو يجي اتاكلي عليك هذاك الطاكل اللي جاهل وداك الشيء ولكن كنهضروا على اونيفو في لي بالاريان لان هما اللي كناكلوا فيهم حنا العصا مع لي زافريكان لان كيبان لك هو كيطلع بيديه بجوج وحنايا كنتمو طالعين باش كن ما غير ما تقيسنيش انا بالنسبه لي لونجاجمون في هذاك غدا راه هو اللي غيكون لان اللي كان تيران بحال هكا راه هو اللي غيكون ماشي كلش كوره غتلعب لو جو ديريكت سيغتو غدا بالنسبه للمالي راه داو بان حنا نقولوا عندهم واحد 80 و70% راه عندك كيقولوا لك مع راسو تيقول لك لاكاليفيكاسيون حنا خديناها المغرب هو اللي خصو يخرج غدا عندنا وليدات دريفين عندنا الوليدات هذاك الياس وليد زويون مازال حليلو فهمتيني تهضر معاك ميم حكيمين سعنا اللي تلعب مع ريال مدريد ودورتموند مازال ما خرج سنانو مازال ما مخرج سميتو ما حورش ما كلاوش الحرشة هنا وديك الشيء فهمتيني بحال اللي تيقول لك واكلين غير غوليجيوز وباشوكولا خاص تكون شويه ديال الحروريه قال فخر الدين واحد الكلمه اللي غتعرف راسك غدا شنو فين غتوصل راه غتوصل لطوكيو ولا فهمتيني اذا ديرها قدامك وغدا غيكون لونغاجمون حنا غدا ان شاء الله باذن الله الا كتاب وتفرجنا وقلنا غينقولوا نشوفوا ان شاء الله نتمنى الله وتفرجنا لان سيرتو الا كان التيران بحال هكا هما كيعرفوه وي راه غادي تشوف هذاك الشيء